بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول من كتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة. أول الأئمة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نسبه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف، وقيل في اسمه المغيرة ابن عبد المطلب شيبة الحمد، وقد قيل في اسمه عامر بن هاشم أبي نضرة عمرو العلاء بن عبد مناف، وهو المغيرة بن قصي، وهو زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أما أمه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم. فيلتقي نسب الإمام علي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قبل الأب في عبد المطلب، ومن قبل الأم في هاشم، وأمه هي أول هاشمية ولدت لهاشم، أول هاشمية ولدت لهاشم، وولدته صلوات الله عليه، وين ولد الإمام علي؟ ولدته صلوات الله عليه في الكعبة، لأنه لما ضربها الطلق يعني ألم الولادة واشتد بها لجأت إليها اعتصاما ببركتها، فولدته عليه السلام بها ثم أسلمت، وهي أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا النساء إلى البيعة، وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها. من هي ذه؟ أم الإمام علي. وكفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقميصة واضطجع في لحدها وقال: أما قميصي فأمان لها يوم القيامة، وأما اضطجاعي في قبرها فليوسع الله ذلك عليها. مولده عليه السلام، ذكر أصحاب التاريخ أنه عليه السلام ولد في اليوم السابع من أيلول. وأنشدني أبو القاسم إسماعيل بن عباد نفع الله بصالح علمه في هذا المعنى لنفسه، فقال: يا مغفل التاريخ من جهله، وليس معلوم كمجهول، إن علي بن أبي طالب مولده سابع أيلول. وقال لي: كان يزل هذا التاريخ عن حفظي، فأردت أن أقيده بالشعر فنظمته. قال بينينسى تاريخ مولد الإمام علي لما قيده في هذا الشعر: يا مغفل التاريخ من جهله، وليس معلوم كمجهول، إن علي بن أبي طالب مولده سابع أيلول. وسبق الإمام علي عليه السلام إلى الإسلام جميع الرجال، سبق إيش؟ جميع الرجال بست سنين، لأنه أسلم يوم الثلاثاء والنبي بعث يوم الاثنين، وخديجة سلام الله عليها أسلمت يوم الاثنين. وكان عمره 12 سنة، وقيل 13 سنة، ولم يخالف في هذا إلا بعض من لا يعتد بقوله من معاندي النواصب، النواصب محبين معاوية. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذه من أبي طالب، كان مع أبو طالب أولاد كثير، تخفيفا عنه في سنة القحط، فرباه في حجره المطهر. شوفوا وين تربى الإمام علي، ولد في الكعبة وتربى عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلق بأخلاقه وظهرت فيه آثار بركاته، وكان يتعبد مع النبي عندما كان النبي يتعبد في غار حراء، كان هو اللي يوصل الطعام والماء إلى عند رسول الله ويتعبد معه ويتفكروا في مخلوقات الله، تمام، قبل أن يبعث الله النبي. وزوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها في آخر صفر سنة 2 من الهجرة، عندما هاجروا إلى المدينة المنورة، وبنى بها بعد بدر 4 أشهر. وكان قد خطبها أبو بكر وعمر، جاءوا يخطبوا عند النبي في فاطمة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: أنتظروا القضاء. قال: أنتظر القضاء من الله، إذا أمرني أنا أزوجكم زوجكم، ولكن نزل الوحي وقال زوجها علي بن أبي طالب. بيعته صلوات الله عليه عندما بويع له بالخلافة، بويع له عليه السلام بالخلافة
يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد العصر بالمدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثماني عشرة خلت من ذي الحجة، يعني يوم الثاني الثامن عشر من شهر ذي الحجة، اليوم الذي توفي فيه سيدي حسين. على أثبت الروايات سنة 35 من الهجرة، سنة كم؟ 35 من الهجرة، وهو اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان، المسلمين قتلوا عثمان بن عفان ومضوا إلى الإمام علي وبايعوا له بإيش؟ بالخلافة. وبويع له أيضا من غده يوم السبت، وروي أن البيعة امتدت ثلاثة أيام، وأن ابتداء البيعة كان في حائط لبني مازن، وقد كان عليه السلام خرج إلى هناك هاربا ما يبغى الخلافة، وهم وراه قالوا ضروري نجعلك خليفة، وكان هاربا مما يلتمس منه من البيعة، ثم جاءوا إلى المسجد فبايعوا هناك البيعة العامة، بايعوا له المهاجرين والأنصار كلهم طائعين غير مكرهين، هم اللي دعوه وبايعوه وهم إيش؟ راضي. وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله، ثم الزبير بن العوام، ثم من حضر من المهاجرين والأنصار والعربي والعجم، وقد كان يأخذ البيعة على الناس عمار بن ياسر وأبو الهيثم بن التيهان، معلوم؟